السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة أسماء محمد خلف، مدرس بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن محاضرة مهمة جدا عندنا في الطب الشرعي اسمها الإنفانتيسايد. هنتكلم يعني إيه إنفانتيسايد، هنتعرف على الكوزس أوف إنفانتيسايد، وهنعرف البوست مورتم بيكتشر أوف إنفانتيسايد، وإزاي أشخص أنا كطبيب شرعي حالة إنفانتيسايد. أول حاجة يعني إيه إنفانتيسايد؟ إنفانتيسايد عبارة عن killing of a newly born, live born viable infant، يعني viable infant within the first 15 days after birth. وده طبعا بشخصه ازاي؟ عن طريق ال complete formation and healing of the umbilicus. طيب اي جريمة killing لطفل في السن ده بعتبره infanticide؟ لا، لازم يبقى عندي elements معينة من خلالها اقدر اقول ان دي جريمة قتل او دي جريمة infanticide. لازم يتوفر عندي أربعة elements. أول حاجة لازم الفيكتيم ده يبقى newly born زي ما اتفقنا خلال first 15 days of birth، هي حاجة. تاني حاجة لازم يبقى الفيكتيم عندي born alive، يعني not born dead طبعا، لأن هو لو مولود ميت يبقى خلاص ما فيش جريمة. تالت حاجة لازم يبقى الأسينت المذر. رابع حاجة لازم يبقى عندي positive or negative act of killing the newborn، فدول بسميهم crime elements of infanticide. يبقى ال causes of infanticide أول حاجة يا إما to get rid of an illegal pregnancy أو نتيجة للpoverty أو كنوع من الانتقام من الفادر. طيب إيه ال medical legal aspects of infanticide؟ بيبقى عندي دلوقتي infant suspected ان هو حصل له infanticide، مهم جدا اعمل له post mortem examination. تاني حاجة بيبقى عندي alleged mother، برضو مهم ان انا افحصها في حاجات معينة. طب اول حاجة الانفانت، من خلال post mortem examination بتاعي المفروض ان انا بطلع بفايندين معينة من خلالها اقدر اقول دي حالة infanticide. ايه هي بقى البوينتس اللي انا بطلع بيها من الاكزامينيشن ده؟ اول حاجة لازم اعرف البوينتس of identification of the infant، دي حاجة. تاني حاجة اعرف degree of maturity، مهم جدا اعرف هل هو كان ديد بورن ولا ليف بورن، عشان طبعا لو ديد بورن تبقى مفيش جريمة اساسا. مهم جدا اعرف الطفل ده عاش قد ايه بعد الولادة، وكمان مهم ان انا اعرف البوسيبل كوزز اوف ديث اوف ذا انفانت. واخر حاجة وانا بفحص مهم جدا اقدر احدد التايم باستنس ديث. خلاص طيب اد ريجارد الليك ذا ماذر بقى مهم جدا ان انا افحصها لحاجتين مهمين. اول حاجة signs of recent delivery، ودي بتبقى general signs and local signs، ودي طبعا هتاخدها بالتفصيل ان شاء الله في الشابتر بتاع pregnancy with delivery. خلاص تاني حاجة مهم جدا ان انا افحص المينتال كونديشن بتاعة الست دي. ليه؟ لان احنا عارفين طبعا الستات بعد الولادة واثناء عملية اللاكتيشن بيتعرضوا لمود disturbances، فالست دي ممكن تدخل في depression بنسميه postpartum depression. في الحالة دي ممكن to kill their children، وفي الحالة دي بسميها manslaughter أو قتل خطأ. طبعا الست دي بتعتبر insane في المرحلة دي وما بتتحاسبش على جريمة القتل دي. طبعا دلوقتي وانا بعمل postmortem examination للانفان ده مهم جدا حاجات معينة اسجلها عشان تساعدني to identify the infant and find his mother. ايه البوينت اللي انا بدور عليها؟ اول حاجة date and place where it was found، دي حاجة. تاني حاجة اعمل description anything connected with the infant، اي written paper مكتوب عليها حاجة معينة، clothes، اي wrapping، اي articles، سلسلة مثلا مكتوب عليها اسمه وهكذا. تالت حاجة لازم اعمل description للbody features بتاعته، لون شعره، لون عينيه، لون جلده. مهم جدا كمان الطفل ده اعمل له blood grouping واعمل له DNA profiling. لازم اعمل examination للmanner of cutting of the cord، واي birth marks or congenital anomalies لازم اسجلها. خلاص دي اول حاجة اللي هي points of identification of an infant. تاني حاجة في البوست مورتم اكزامينشن هنتكلم عن الفايابيليتي والماتيورتي وايه الفرق بينهم. يعني ايه فايابيليتي؟ طبعا لازم اتاكد ان هو زي ما قلنا في الديفينيشن لازم يبقى فايابل انفانت. ليه لما اقول دي جريمه انفانتيسايد؟ طب يعني ايه فايابيليتي؟ فايابيليتي دي معناها بوتنشال ابيليتي اوف
an infant to survive after birth, يعني قدرته انه يعيش بعد الولادة. طبعا احنا في بلادنا هنا يعني الامكانيات في المستشفيات مش قد كده، فاحنا عاملين ايج معين اللي هو اكتر من 6 months intrauterine months خلاص، ده ال age of viability. below 6 months there is no crime of murder لان ده يعتبر non viable fetus خلاص. يبقى الفيابيليتي عندنا في مصر اللي هو اكتر من 6 شهور intrauterine months كده نقدر نقول عليها جريمة infanticide خلاص. لكن بعض البلاد بتبقى عندهم فاسيليتيز اكتر طبعا، ممكن الايج ده يتغير عندهم خلاص. طيب ايه الماتوريتي بقى؟ الماتوريتي ده ان نعرف الديجري اوف ماتوريتي اوف انفانت ده من خلال ميجرز معينه زي اللينس مثلا، بقيس طوله، بشوف وزنه، بشوف الجنرال ابييرنس والديفلوبمنتال تشينجز بتاعته، ودي طبعا هتاخدوها بالتفصيل ان شاء الله في الشابتر بتاع بريجننسي والابورشن خلاص. وبيبقى في اوستوفيك سنترز معينه بتظهر في الايج ده من خلاله اقدر احدد الديجري اوف ماتوريتي اوف ان انفانت خلاص. ثالث بوينت هنتكلم عنها في البوست مورتم اكزاميشن للانفانت ده، اللي هي هل الطفل ده كان ديد بورن ولا ليف بورن. يعني ايه ديد بورن؟ يعني دايت ان يوترو خلاص. طبعا الطفل ده لو هو ميت في اليوترس بيبدا يحصل له حاجه اسمها انترايوترين ماسيريشن، وده عباره عن السيبتيك اوتوليسيس طبعا، لان الطفل في اليوترس بيبقى محاط بالامنيوتيك فلويد، وده ما بيبقاش فيه اي اير ولا اي اورجانيزمز، فما بيحصلوش بيوتروفاكشن، لا بيحصل له اوتوليسيس بنسميه السيبتيك اوتوليسيس. طبعا الطفل ده لو فضل دايد اكتر من 24 ساعة في اليوترس بتبدأ تظهر عليه الاعراض بتاعت الماسيريشن بديجريز مختلفة طبعا حسب الايام اللي فضل فيها في الرحم وهو دايد خلاص. لكن لو الانفانت ده دايد ان ذا يوترو 24 hours before it was born، في الحالة دي ممكن ما لقيش عليه signs of maceration، وفي الحالة دي بيبقى من الصعب ان انا اقول الطفل ده دايد before or during birth خلاص. طيب when an infant is left born او ازاي اشخص ان الطفل ده كان left born مولود عايش، ده من خلال مجموعة من الساينز بسميهم signs of left birth خلاص. طب ايه هما signs of left birth؟ ده سؤال امتحان لوحده طبعا وسؤال مهم جدا. اول حاجة هنقسمهم الى non-medical signs و-medical signs. ايه هما النون ميديكال؟ زي ان هو مثلا حد شافه كراينج الطفل ده، انه بيحرك لمب ليه معين، ان هو حصل تويتشنج للايليت فتح عينيه قفلها وهكذا، دول بسميهم نون ميديكال ساينز. لكن ايه هما الميديكال ساينز؟ الميديكال ايفيدنس او الميديكال ساينز اللي هما بنقسمهم الى اكسترنال ميديكال ساينز وانترنال ميديكال ساينز. ايه هما الاكسترنال ميديكال ساينز؟ كذا بوينت. اول حاجه هنعمل examination للرابنج بتاعت الطفل ده، ومهم جدا وجود yellow well formed stool، ده بيقول لي ده الطفل ده عاش فترة وبدأ يكون yellow well formed stool، ومهم جدا ان انا افرقه بين الدارك جرين ميكونيا من اللي الطفل بيبقى لسه والد بيه خلاص. طيب تاني حاجة في الاكسترنال ميديكال ساينز ان هي الفيتال تشينجز بتسع مستوى الامبليكال ستامب. طبعا بعض التغيرات بتحصل في الامبليكال ستامب من خلالها بقدر اقول الطفل ده كان ولد عايش وبدأت تحصل فيه تغيرات حوالين الامبليكس. بتبقى in the form of ring of hyperemia around the base of umbilicus، ده اول يوم بتحصل. بعدها بثلاث ايام بيبدأ يحصل ulceration في الرينج، وبعدها باسبوع بيبدأ الستامب بتاع الامبليكس ده يقع خلاص، وعلى اسبوعين كده بالضبط بعد الولادة بيبدأ الامبليكس بتبقى completely healed and formed خلاص. يبقى ثالث حاجة بدور عليها في الـ external medical sign اللي هي descamation of the skin، وده من الحاجات المهمة ان بيبدأ الطفل ده يقشر جلده بعد من يومين لثلاث ايام بعد الولادة. بيبقى complete descamation بيحصل له بعد 14 يوم من الولادة. طيب ايه تاني ممكن external medical signs الاقيها وتديني فكرة برضو ان هو كان الطفل ده مولود حي،
وحصل له تغيرات اللي هو الانتي مورتم انجريز، وجود طبعا اي وونز او اي انجريز اثناء الولاده، بيبقى حصل فيها فايتال رياكشنز، فبقدر اقول والله الطفل ده كان مولود حي. احنا لسه دلوقتي بنكمل الساينز اوف ليف بير، زي ما قلنا ده سؤال مهم اتكلمنا فيه عن النون ميديكال ساينز والميديكال ساينز، والميديكال ساينز قسمناهم الى اكسترنال وانترنال. اتكلمنا في عن الاكسترنال عن الرابينجز والويل فورمد ستول، واتكلمنا كمان عن الامبليكس والتشينجز اللي بتحصل فيها، واتكلمنا عن السكويميشن والانتي مورتم انجريز. دلوقتي هنتكلم عن الانترنال ميديكال ساينز، ودي بتشمل ساينز هشوفها على مستوى الريسبيريشن نتيجة التغيرات اللي بتحصل بعد الولادة، او هنتكلم عن الساينز بتاعت الكارديو فاسكولار تشينجز، وهنتكلم عن ساينز اوف فيدي. اول حاجة هنتكلم عنها اللي هي ساينز اوف استابليشمنت اوف ريسبيريشن، طبعا بعد الولادة لو هو والد عايش طبعا بيبدأ ياخد ريسبيريشن، ففي تغيرات بتحصل على مستوى الريسبيريتوري سيستم، بتبقى in the form of changes in the shape of the chest, in the position of the diaphragm, changes in the lungs نفسهم, stomach and bowel changes. خلاص اول حاجة هنتكلم عنها shape of the chest. طبعا قبل respiration ما يبدأ واحنا بنفحص الشيست، لو هو كان والد ميت بيبقى الشيست بتاعه flat، والcircumference بتاع الشيست بيبقى أقل من الابدومين، والانتركوستال سبيسز بتاعته نارو. لكن لو حصل له ريسبيريشن بتبدا تحصل تغيرات في الشيست، بتبقى ان ذا فورم اوف ارشيد ودرام شيبد شيست، السيركمفرنس بتاعه بيبقى اكتر من الابدومين، وبيبقى الانتركوستال سبيسز وايد. خلاص طيب دي اد ريجارد الشيب اوف ذا شيست. ايه بقى التغيرات اللي بتحصل في بوزيشن اوف دايفراج؟ طبعا قبل ما يحصل ريسبيريشن الهايست بوينت اوف ذا كيرف اوف دايفراج بتبقى على مستوى الفورث اور فيفث ريب، لكن بعد ما بيحصل respiration الارش of the diaphragm بيبدأ يبقى depressed وبيوصل للليفل بتاع 6 or 7 rib. خلاص طيب بعد كده as regard the changes بتحصل في اللنج، طبعا نتيجة respiration بعد الولادة تبدأ تحصل تغيرات معينة في اللنج، بتبقى in the form of changes in the appearance and consistency، ودي هنشرحها دلوقتي في جدول مهم جدا وهنسميه الماكروسكوبيك اند مايكروسكوبيك تشينجز اوف ليف بيرث. خلاص بتبقى ان ذا فورم اوف انكريز ان ويت اور انكريز لوور سبيسيفيك جرافيتي. دلوقتي هنتكلم عن changes اللي بتحصل في اللونج when respiration has been fully established، زي ما اتفقنا بيحصل مجموعة من التغيرات بتبقى على مستوى appearance, consistency, color, weight, specific gravity. هنتكلم عن كل حاجة لوحدها في جدول صغير كده، ده سؤال امتحان دايما بيجي. هنتكلم فيه عن microscopic and microscopic appearance of the lung before and after onset of respiration. اول حاجة لو ما نتكلم عن النون ريسبيرت لونج جروسلي كده يعني بالنيك ده اي، النون ريسبيرت لونج بتبقى اولا سمول ان فوليوم، بيبقى بتبقى كولابسد وليها شارب مارجن، بتبقى موجودة في الدورسا بارت اوف ذا شيست كافيتي، اون ايذر سايد اوف فيرتيبرا كولوم، ذا شيست كافيتي از موستلي فيلد باي ذا هارت اند ساينس. لكن لما بيحصل ريسبيريشن اللونج دي بتبقى لارج ان فوليوم، بتبقى swollen rounded margins and occupying most of the chest cavity. خلاص as regards the changes بتحصل على مستوى color، طبعا non-respirated lung بتبقى لها uniform reddish brown color with no mottled appearance، لكن مجرد ما بيحصل respiration بتبقى اللونج ده بيبقى لها mottled appearance reddish hydrogenous، ده ليه؟ نتيجة filling of blood vessels with blood and alveoli with air.
عشان كده بيحصل change في color ل regard the changes اللي بتحصل في consistency. طبعا non-respired lung تبقى dense and firm, لكن the lungs after respiration بتبقى spongy and elastic. ده as regard the gross appearance and color and consistency. As regard the changes بتحصل على microscopic examination, طبعا لما نفحص the non-respired lungs بيبقى ال alveoli بتوعها collapsed lined with columnar epithelium, بتبقى شبه السكشن بتاع salivary gland, لكن مجرد ما بيحصل فيها respiration تحت الميكروسكوب بتبقى ال air vesicles بتاعتها بتبقى distended وبتبقى lined with flattened epithelium. تاني حاجة هنتكلم عنها as regards the changes اللي بتحصل في اللنج, اللي هو اللي changes اللي بتحصل على مستوى specific gravity, او ده بعمله تيست اسمه hydrostatic test او flotation test. التيست ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على specific gravity of the lung. طبعا non-respired lung بتبقى specific gravity بتاعتها 1050, فبالتالي اللنج دي بتبقى اتقل من المية, ماشي. لكن لو هي respired lung بتبقى specific gravity بتاعتها 950, وبالتالي بتبقى اللانجز دول lighter than water. خلاص, ده نتيجة وجود الاير فيهم طبعا. طيب ايه طريقة عمل التست ده, method of performing the flotation test؟ اول حاجة بجيب كل الشيست organs واحطهم في كونتينر بيحتوي على المية, ببقى واخد اللانجز والبروكاي والتراكية واللارينكس والتنج والهارت والسايموس كلهم كده, واحطهم في كونتينر بيحتوي على الماء. خلاص, وابدأ اشوف whether they float or sink. بعد كده بشوف اللانجز, باخد اللانجز افصلهم عن الهارت والسايموس عن طريق ان انا بعمل ليجيتشر فوق البرونكاي وبقطع فوقيه. خلاص, بعد كده باخد كل لانج وحدها واعمل لها تيست فور فلوتيشن وحدها. خلاص, بعد كده كل لانج باخدها واقطعها الى سمول بيسز واشوف الفلوتيشن لكل بيس. خلاص, بعد كده واخر مرحلة ان انا باخد البيسز دي, لو هي فلوتينج باخدها واحطها اعرضها للبريشر, يا اما عن طريق ان انا اعمل سكويزينج فيرملي باستخدام تاول, ماشي, او بحطها تحت ويت معين, وده حاجة اسمها بيداليك تيست. خلاص, طيب ايه الريزلت والكونكلوجن اللي بتطلع في التيست ده؟ طبعا لو كل الشيست اورجنز فلوت, ده معناها ان ايه؟ معناها ان اللانجز not only float themselves, ولكن كمان ده عمل support للaddition weight اللي معاها اللي هو الهارت والسايموس, وده دليل قاطع ان الريسبيريشن كان complete respiration. خلاص, ده لو كل الشيست organs حصلها floating. طب لو اللانجز are unable to support الaddition weight ده, لكن float هما وحدهم, لما عملت لهم التست بتاع وفصلت عنهم السايموس والهارت, خلاص, فحصل لهم floating في الحالة دي الانفنت, معناه ان هو lived for short time. خلاص, يعني حصل respiration والrespiration كان فترة قصيرة, عشان كده lungs are unable to support the additional weight. لكن لو جيت لمرحلة pieces اللي انا قطعت كل lung الى pieces, لان pieces دي float while other thing, ده indicate ان حصل respiration ضعيف, لكن نتيجة الـ partial penetration of air. خلاص, بعد البيدالك بريشر, بعد ما عملت البيدالك بريشر, هو البيدالك بريشر ده الهدف منه ايه؟ ان انا بخرج اي جازز خاصة بالبيتروفاكشن, لان بتطلع على هيئة large bubbles, ماشي. لكن لو اي residual air نتيجة respiration ده ما بيطلعش طبعا, الا اذا حصل destruction lung tissue. فلو حصل ان الحاجات دي البيسز بعد ما عملت البيدالك بريشر حصلها سينكينج, ده معناه ايه؟ ان ما حصلش ريسبيريشن. لكن لو انا عملت البيدالك بريشر وبعدها ستيل البيسز دي فلوتينج, ده انديكيت ان حصل استابليشمنت فور ريسبيريشن.
طبعا لو كل البيسز سينك ده معناه ان الانفانت نيفر اتمبتد تو ريسباير. فعندنا التست اللي هو الهيدروستاتيك تيست ده بيعتبر suggestive pointer but never definitive evidence. ليه؟ لان بتحصل مع بعض الفلسز زي ايه، زي ممكن تبقى expanded lung مثلا والاقيها حصلها sinking، زي في حالات diseased lung، زي في حالات acute edema of the lung، زي في حالات consolidation بتاعة النيومونيا او نتيجة congenital syphilis. برضو في حالات الاتيليكتاسيس، حالات الاتيليكتاسيس دي ان الطفل يبقى نيولي بورن بيحصل نون اكسبانشن لللنج نتيجه حاجه من اتنين، يا اما في بالريسبيريشن يعني الريسبيريشن كان ضعيف فالهواء مش واصل للالفيولاي ماشي، يا اما نتيجه ان الاير دخل اللنج بس ايه حصل له كومبليت ابزوربشن باي بلاد افتر ستوبج اوف ريسبيريشن. فدي الحالات اللي بيحصل فيها ان اللنج تبقى اكسباندد but sink due to lung disease. خلاص في بعض الأحيان بتبقى lung non respired lung أو non expanded lung لكن float، وده بتحصل في حال في حالتين فقط اللي هما ايه، في حالات putrefactive gases. طبعا احنا عارفين كلنا ان لما تبقى lungs putrefied بلاقي الاير نفسه بتاع putrefaction بيتجمع تحت البلورة وفي connective tissue in the form of air bubble. طب اقدر اميزه ازاي؟ زي ما اتفقنا بالبيدالك تيست، ان انا بجيب البيسز بتاعه اللنج دي واعمل سكويزنج باستخدام تاويل او بريشر باستخدام ويت معين. فببدا لو هي الجازز دي جازز بتاعه بيوتريفاكشن هلاقيها اكسبيلد بره كده وبتبدا البيسز دي يحصل لها ايه سينكينج. خلاص في الحاله دي بتاكد ان هي دي بيوتريفاكتيف جاز ماشي. طيب في حالة تانية بيحصل فيها ان اللنج تبقى non respired lung but float، زي في حالات artificial inflation الاطفال اللي هما بيتعرضوا للتنفس الصناعي بعد الولادة، ممكن artificial inflation ده بيعمل لي partial inflation لكن ما بيعمليش complete distension لللنجز، فممكن يحصل ان تبقى non respired lung لكن حصل لها floating. خلاص عشان كده التست ده طبعا زي ما بقول لكم not definitive test. دلوقتي هنتكلم عن رابع method for establishment of respiration، وازاي اقدر اقول ان الطفل ده عاش بعد الولادة وحصل له respiration، اللي هو حاجة اسمها stomach and bowel flotation test. فكرته بتعتمد على ان بعد ما بيحصل ريسبيريشن للطفل ده الاير بيبقى سوالود الاول للاستومك وعن طريق البريستاليتيك موفمنت بتبدا توصل لحد السمول لحد الانتستين. خلاص طيب طريقته بتتعمل ازاي؟ باجي اعمل دبل كيتشرز بحطها عند الكارديك اند بتاعه الاستومك، ودبل كيتشر تاني بعمله عند البالوريك اند، وبعمل عند الميدل اوف سمول انتستين، وباجي في نهايه اللارج انتستين وبعمل دبل كيتشر، واجي اعمل كات between each of the double ligature، وبعد كده كل بارت من الاجزاء دي بتاعت الاستومك والانتستين ابدا اعمل لها test for flotation severity in a water container. طيب ايه الريزلت بتاعت التست ده وازاي اقدر احدد survival period منها، او احدد ازاي الطفل قد ايه عاش الطفل بعد الولاده؟ اول حاجه لو عملنا flotation test للاستومك وحدها وحصل لها floating ده معناها confirmation ان حصل respiration مدة ساعتين بعد الولادة. طيب لو حصل floating the upper half of the small intestine ده معناه ان حصل continuous respiration مدة 4 ساعات. اما بقى لو حصل floating the lower end of the small intestine ده indicate continuous respiration لمدة 6 ل 8 ساعات. خلاص اما بقى لو حصل floating the large intestine ده معناه ان الانفنت ده lived for about 10 ل 12 ساعة. مشكلة التست ده بقى ان هو بيبقى useless في حالتين، في حالات وجود putrefactive gases وفي حالات artificial inflation.
فبفرق. وفي حالات الجال بيوتريفاكشن عن طريق ان البيوتريفاكتيف جازز دي بتبقى عبارة عن بولي موجودة في الجاستريك وول ماشي، على عكس السوالود اير ده بيبقى عبارة عن اير ميكسد مع الميوكس انسايد ذا جاستريك كافيتي. وكده ده التست ده من التستات اللي انا اقدر استخدمها عشان احدد بيها الطفل عاش قد ايه بعد الولادة. يبقى دلوقتي اتكلمنا عن الساينز اوف ليف بيرث، وقلنا ان في عندي نوعين من الساينز، في نون ميديكال ساينز ماشي والميديكال ساينز. والميديكال ساينز قلنا اللي هم بتنقسم الى اكسترنال ساينز وانترنال ساينز. الانترنال ساينز اتكلمنا فيها عن الساينز اوف ريسبيريشن. ثاني حاجه هتكلم عنها في الانترنال ساينز اوف ليف بيرث اللي هي ساينز اوف كارديوفاسكولار تشينجز ماشي. طيب ايه اللي بيحصل احنا وايه نوع التشنجز اللي بتحصل في حالات كارديو فاسكولار؟ طبعا احنا عندنا التشنجز بترفع مستوى ثلاث حاجات. اول حاجه اللي هي الامبلايكال فيسلز، اثنين على مستوى الفورامين اوفال، ثلاثه على مستوى الدكتس ارتيريوس. اول حاجه هتكلم عنها الامبلايكال فيسلز. الامبلايكال فيسلز دي بعد الولاده مباشره بيبدا يحصل لها اوبليتريشن خلاص. بعد الولادة بكام ساعة كده بيبدأ اليومين بتاعها بيبقى شرنكن، وبعدها بيومين ثلاثة كده بيبدأ يتكون فيها كلوت داخل اليومين. الكلوت دي بتاخد من 7 إلى 10 أيام تقريبا، فبيبدأ يحصل لها organization ويبدأ يحصل complete fibrosis and obliteration لليومين ده خلال 6 إلى 8 أسابيع. وتتحول في الحالة دي الأمبليكال فيسز إلى الجنين تمثيل خلاص، فده من خلالها انا اقدر احدد السرفايفر بيريد اثناء الاوتوبسي. طبعا بعد كده التشنجز بترفع مستوى الفورامين اوفال، في عندي بيحصل جرادوال اوبريتريشن على خلال اسبوعين بعد الولاده، لكن ممكن الفورامين اوفال دي تفضل بيتنت على طول خلاص. طيب في ثالث حاجه بيحصل لها تشنج على مستوى كارديوفاسكولار اللي هو الدكتس ارتيريوزس، ودي بيحصل لها كومبليت اوبريتريشن خلال فيو ويكس بعد الولاده ماشي. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا جنرالي كده عن ساينز اوف كارديوفاسكولار تشينجز. هنتكلم برضو عن ساينز اوف فيدنج، ودي تعتبر من الامبورتنت ساينز اوف ليف بيرث خلاص. احنا بندور على ايه في الاوتوبسي؟ بندور بناخد الاستومك والانتستين. الاستومك لما نعمل لها مايكروسكوبيك اكزامينشن للكونتنت بتاعتها هنلاقي فيها كولسترام كوباتلز او ديجستد ميز، معناها ان الطفل ده عاش فتره بعد الولاده ورضع لبن وحصل له ديجيشن كمان خلاص. نيجي ندور في الانتستين كمان، ممكن لو الطفل ده عاش من يومين 3 أيام بيبدأ يتكون عنده يلو والفورمد ستور. يبقى كده يا جماعة احنا خلصنا كل الانترنال ساينز اوف ليف بيرث. ده سؤال مهم جدا لازم نعرفه ونعرف التقسيمة بتاعته ونعرف كل حاجة والتستات اللي فيه، ونعرف كل تيست طريقته ازاي والفلاسس بتاعته والريزلت بتطلع ازاي، وازاي من خلاله اقدر احدد السرفايفل بيريود. دلوقتي في زي تجميع كده السؤال برضه ممكن تتسأل فيه، هي ساينز اوف ديد بيرث، ازاي اعرف ان الطفل ده مولود ميت؟ اول حاجه هنتكلم فيها عن الماسيريشن، وازاي الطفل ده يحصل له ديس ان يوترو، بيبقى البرزنتيشن بتاعه ازاي خلاص. هنتكلم فيها عن ساينز ان ذا لانج، سواء كانت جروس او مايكروسكوبيك ابييرنس ان نون ريسبيرد لانج. هتكلم عن حاجه ثالثه اللي هي الاستاتيك تيست. ايه بقى الاستاتيك تيست ده؟ ده في التست بيعتمد على ان النون ريسبيرد لانجز بتبقى فانكشنلس اورجان، وبالتالي كميه البلاد اللي رايحه لها قليله، بمجرد ما بتقوم بالوظيفه بتاعتها عمليه الريسبيريشن بيبدا يزيد البلاد الرايح لللانج عشان يحصل اكسجينيشن، وبالتالي ده بيزود الوزن بتاع اللانج خلاص. فبكل بساطه انا ممكن اقول والله ده مولود ميت من خلال ان انا اوزن اللانجز بتوع الطفل ده. طبعا قبل ريسبيريشن بيبقى وزن اللنج بالنسبه لوزن الجسم 1 إلى 7 1 على 70
وده يعني تعملها كده من 30-50 جرام. لكن بعد ما بيحصل لها ريسبيريشن بيبقى وزن اللنج 1 إلى 35، يعني تقريبا كده 60-90 جرام من وزن الجسم. ماشي. طيب ده اللي هو بسميه الستاتيك تيست او فودر تيست، اللي بيبقى فيه زيادة في الويت اوف ذا لنج مع الريسبيريشن. خلاص. في بعد كده هنتكلم عن مهم جدا، قلنا في الاوتوبسي ان انا احدد البيريود الانفانت ده ليفد افتر بيرث، يعني هو عاش قد ايه، وده بسميه الايج اوف فيتوس. خلاص. طب ده اللي او بسميها سيرفايفل بيريود، يعني عاش قد ايه بعد الولاده، ده بحددها زي تجميعه برضو كده عن طريق الحاجات اللي احنا شرحناها قبل كده، اللي هي التشنجز على مستوى السكين اللي حوالين الامبليكال كورد، او عن طريق الديسكويميشن بتاع السكين. تالت حاجه عن طريق الفلوتيشن اوف ستومك اند انتستين، واخر حاجه عن طريق كارديو فاسكولار تشنجز. ودي طبعا مهم جدا السرفايفل بيريود دي، عشان من خلالها اقدر اتعرف على السسبكتد ماذر عن طريق ان انا اقارن الوقت او الايج اوف ذا فيتوس بتايم باست سينس ديليفري ان سسبكتد وومن. خلاص. يبقى دلوقتي لو طفل ده مولود ميت، مهم جدا ان انا وانا بشرح الحالة دي اعرف cause of death ميت من ايه، لان هو ممكن يبقى ميت من حاجات natural، ودي ما فيش اي crime element في الموضوع، ممكن تبقى حاجة accidental. خلاص. ممكن تبقى حاجة criminal. زي ايه natural causes مثلا؟ زي general disease affecting the mother or the infant، او زي local congenital disease of the fetus، يعني disease حصلت في اللنج، في الهارت، في البرين، في الكيدني. اي congenital abnormalities في الفيتس زي الانكيفالي، حالات الاريثوبلاستوزيس فيتاليز اللي بيبقى فيها RH incompatibility. خلاص. كلها دي تعتبر natural causes ممكن الطفل يبقى مولود ميت منها. خلاص. طيب ايه بقى الاكسيدنتال كوزز؟ الاكسيدنتال كوزز دي ممكن تحصل اثناء الولادة او ممكن تحصل بعد الولادة. ايه الحاجات اللي ممكن الطفل يموت منها اثناء الولادة؟ اول حاجة اللي هي البرولونجد اور difficult labor، ودي كومن دايما بتحصل في الست بتبقى اول ولاده ليها، يعني برايم مبارا، بسبب ان بيحصل عندي ديسبروبورشن بين المذر بالفيز والهيد اوف ذا فيتوس. خلاص. مشكله الولاده دي طبعا ان ممكن يحصل هيموريج في المننجيز او في البرين. ماشي. لكن ممكن ما يحصلش فراكشر في الصلب. خلاص. طيب ولو حصل فراكشر بيبقى سلايد فيشر فراكشر موجود في البرايتر او فرونتال كون. ماشي. ده كتره. طيب بعد كده عندنا تاني حاجه ممكن تحصل اثناء الدليفري، انه يحصل مثلا كورد اثناء الولاده بيبدا يلف حوالين الرقبه بتاعه الطفل، فده بسميها اكسيدنتال ترانجوليشن. ماشي. طب ايه تاني ممكن يحصل اثناء الولاده؟ زي الاكسيدنتال سفوكيشن، الطفل هو ماشي في الماترنال باسجز ممكن ميوكوس الموجود في الاماكن دي يعمل له اكسيدنتال سفوكيشن. يبقى دول ثلاث اسباب اثناء الولاده ممكن الطفل يولد ميت بسببهم. اول حاجه قلنا difficult labor، اثنين twist of the cord around the neck، ثالث حاجه الاكسيدنتال suffocation بالميوكوس بتاع المدر. خلاص. طيب بعد الولاده بقى ممكن يموت من ايه الطفل ده؟ ممكن يموت من suffocation. ازاي؟ ان الطفل بعد الولاده ممكن في بعض الاحيان بيبقى فيه ميمبرين مغطي الماوس والنصر بتاعه، فممكن يحصل له suffocation عن طريق الممبرين. دي حاجة. تاني حاجة ممكن الطفل يحصل لها بريسبتيف ليبر، ودي طبعا مش بتحصل في اي حالة، لازم الطفل دي بتبقى مالتي بارا، يعني ولد كبير جدا، فبيبقى عندها لارج رومي بالفيس، والطفل بالمصلي بيبقى في سمول سايزز. خلاص. في الحالة دي ممكن تموت الطفل ده يموت نتيجة مثلا ان هو حصل له سافوكيشن عن طريق ان هو واقع مثلا في مثلا قاعدة تويلت مثلا، او ان حصل فراكشر في الاسكال نتيجة ان هو واقع على مكان على الارض مثلا، فده عمل لي فراكشر في الاسكال. او ممكن الطفل ده يموت نتيجة هيموريج. طبعا الامبليكال كورد في البريسيبتيت ليبر الولادة بتبقى سريعة، فالكورد نفسه بيتنزع كده، فممكن يحصل منه هيموريج والطفل يموت من الهيموريج اللي حصل. خلاص.
فده اللي هو after delivery. أسباب الوفاة يا إما من suffocation نتيجة للمبرين over the head، يا إما نتيجة الولادة السريعة اللي هي precipitate labor. يبقى اتكلمنا دلوقتي عن ال natural accidental causes of death of infants. دلوقتي هنتكلم عن criminal causes. هنقسمهم الى acts of omission or neglect، اثنين acts of commission or mechanical violence. يعني اول حاجة ايه امثلة الاهمال للام دي، زي مثلا ان هي تسيب الطفل في الديسشارج لحد ما يحصله suffocation، او ان هي تسيب الطفل من غير ما تعمله ليجيشن في دامبليكال كورد ويقعد ينزف الطفل ده لحد ما يموت، او ان هي تسيبه من غير فود اور رابينج فبيحصل له ديس نتيجة الكولد اور نتيجة الستارفيشن طبعا. خلاص ده اللي هي كوزس او الاكس اوف اوميشن اور نيجليكت. طيب بعد كده اتكلم عن الاكس اوف كوميشن، ودي بتحصل نتيجة استخدام ميكانيكال فايلنس. زي مثلا الام عشان تخلص من الطفل ده ممكن تعمل له عمليه سمذرنج، ممكن تعمل له ثروتلينج، ممكن تعمل سترانجليشن، ممكن تمسك راسه ببلانت انسترومنت كده وتخبطها على دماغه مثلا فتعمل له هيد انجري. في حالات الهيد انجري دي مهمه جدا، لان انا ممكن الام نفسها قالليج ان الهيد انجري ده حصل نتيجه ان الطفل وقع على الارض اثناء البريسيبتس ليبر، وان هي كانت ولادتها سريعه ونتيجه كده ان الطفل وقع على دماغه فحصل له الهيد انجري. فمهم جدا افرق بين الفراكشر دي تو بريسيبتس ليبر اللي هي حاجه تعتبر اكسيدنتال، وبين الهوموسايدال هيد انجري نتيجه الام ان هي عايزه تتخلص من الطفل. هنفرق بينهم ازاي؟ اول حاجه فراكشر دي تو بريسيبتس ليبر بيبقى مكانه حاجه من اثنين، يا اما بارايتال او فرونتال رير خلاص. لكن في حالات الهوموسايدال فراكشر بيبقى يا اما في المنطقه اللي هي التمبرال او الاوكسيبتال. طب ايه انواع الفراكشر في بريسيبتس ليبر؟ بيبقى فيشر فراكشر اونلي، لكن في حالات الهوموسايدال فراكشر موستلي بيبقى ديبريس اند اكستنسيف فراكشر خلاص. طيب بعد كده بالنسبه للامبليكال كورد بيبقى حصل له ايه في حالات الفراكشر دي تو بريس اند ليبر؟ موستلي بيبقى يا اما اتاتش تو ذا بلاسينتا اور تورن ايريجولار خلاص. لكن الهوموسايدال فراكشر ده طفل اتولد وبعد كده مامته حبت تتخلص منه بليد انجري ده، فموستلي بيبقى الامبليكال كورد نفسه بيبقى كات ريجولار ماشي. طيب بالنسبه للبارتي اوف ذا ماذر في حالات البريسيبتيت ليبر، هو عشان يحصل بريسيبتيت ليبر لازم تبقى مالتي بارا مش برايمي بارا، لكن في حالات الهوموسايد فراكشر ممكن تبقى برايمي او مالتي بارا خلاص. طيب البلفيس اوف ذا ماذر تفرق بينهم ازاي؟ عن طريق ان طبعا دي مالتي بارا في مين، فموست اليوترس البلفيس بتاعها بيبقى وايد اند لارج اند رومي بلفيس خلاص. لكن في الهوموسايد فراكشر ممكن يبقى نورمال، ممكن يبقى كونتراكتد، ممكن ديسبروبورشنت خلاص. فده اللي هو الفرق بين فراكشر دي تو بريسيبتس ليبر اللي هو بسميه اكسيدنتال فراكشر، او هوموسايدال هيد انجري اللي بينتج عنه فراكشر وديث للانفنت خلاص. بعض الاحيان بتحصل فراكشر نتيجه الابلكيشن بتاع الفورسيبس اثناء عمليه الولاده، وده مصري بيبقى مميز جدا لانه بيبقى من ناحيتين، بيبقى بايلاتر ديبريس fracture on the parietal bone خلاص. طيب بعد كده يقول لك ان في بعض الاحيان برضو المدر من طرق التخلص من الطفل criminal causes اللي هي تعمله strangulation بالامبليكال كورد، وفي الحاله دي بتدعي برضو ان هو والد حاصل له accidental strangulation، لكن طبعا سهل ان انا اعملهم differentiation بين accidental strangulation by the umbilical cord وبين homicidal strangulation خلاص. اول حاجه نتكلم عنها اللي هو كورد تويستنج حوالين النك. حالات الاكسيدنتال موست بتبقى لفه واحده لفوق خلاص، لكن حالات المتعدد سترانجوليشن بتبقى اكتر من لفه ماشي. طب بالنسبه للكونستريكشن ماركس موجوده حوالين النك في حالات الاكسيدنتال سترانجوليشن بتبقى حاجه مايلد بسيطه جدا، لكن حالات المتعدد سترانجوليشن دي ام بتحاول تخنق ابنها بالامبليكال كورد فبيبقى ديب ماركس ماشي. طب بالنسبه للكورد لاسيريشن طبعا مش هلاقي اي لاسيريشن في الكورد في حالات اكسيدنتال ترانجليشن، لكن في حالات الهوموسايدال ترانجليشن ده المذر مسكته بايده فشيء طبيعي
ولفته كذا لفه، فشيء طبيعي بيبقى فيه لاسريشن في الكود. برضو نفس الفكره للوارفن جيلي، في حالات الاسترانجيليشن هلاقيه نورمال، لكن في حالات الهوموسايد الاسترانجيليشن بيبقى ديسبليت. اخر حاجه اللي هي ساينز اوف ريسبيريشن، طبعا الاكستند استرانجيليشن ده مصري حصلت وسط الكورد في اليوترس واثناء الولاده، ففي الحاله دي مش هلاقي اي ساينز اوف ريسبيريشن على الطفل. لكن في حالات الهوموسايد استرانجيليشن طبعا الطفل ده نزل وحصل له ريسبيريشن، ومصري هلاقي ساينز اوف ريسبيريشن عليه، وبعد كده الام حبت تتخلص منه بالهوموسايد استرانجيليشن. فبكل بساطه انا ممكن افرق بين اكستند استرانجيليشن والهوموسايد استرانجيليشن بالشرح اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي. هنتكلم عن موضوع صغنن كده اسمه child abuse. هنتكلم فيه عن definition بتاع child abuse والmature types بتاعته. يعني ايه child abuse؟ ده عبارة عن any behavior directed toward a child by a parent, guardian, caregiver, other family members or other adults that endanger a child's physical, emotional or developmental health. معناها ان اي behavior directed لطفل من اي بني ادم او من اي شخص that endanger او بيهدد الطفل، حياة الطفل او physical او emotional or developmental. خلاص، يعني ايه طفل؟ that child ده اللي هو الشخص اللي هو didn't attain the age of 18 years، يعني طالما ما تعداش ال 18 years ده بعتبره طفل. ماشي. طب ايه types of child abuse؟ كان عندنا اربعة major types اللي هم اول حاجة child neglect، اتنين physical abuse، تلاتة emotional abuse، اربعة sexual abuse. يعني ايه child neglect؟ ده يعتبر most frequently reported form of child abuse، ويعتبر most lethal. خلاص، يعني اكترهم انتشارا واكترهم lethality. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن failure to provide for the shelter, safety, supervision and nutritional needs of the child. child neglect ده ممكن يبقى حاجة physical، ممكن يبقى educational or emotional neglect، يعني اهمال، ممكن يبقى على مستوى الفيزيكال كونديشن بتاعت الطفل او على مستوى التعليمي، مثلا اهمال للتعليم بتاعه او اهمال للحالة النفسية بتاعت الطفل. خلاص، ده child neglect. بكل بساطة كده هنعرف هنت عنه يعني ايه child neglect. تاني حاجة هنتكلم عنها اللي هي في الـ child abuse اللي هي physical abuse، وده عبارة عن second most frequently reported form of child abuse. بينتج ازاي؟ ان انا اعرض الطفل لل punching، لل beating، لل kicking، لل burning او shaking. خلاص، لما بعمل shaking للطفل ده بيعمل لي حاجة اسمها shaking baby syndrome، وده هندرسه قدام شوية وهنعرف presented بايه وبيحصل له ايه الطفل ده. تاني حاجة من الحاجات اللي بتعتبر physical abuse برضو زي الستات اللي بتاخد مثلا الكحول بكميات كبيرة، فممكن تعمل transmission لتوكسينز للطفل ده، فبس حاجة اسمها fetal alcohol syndrome. خلاص. طيب ال physical abuse can be expected in the following conditions. امتى يعني انا بتوقع في الطفل ده ان حصل له physical abuse؟ في حالات لما الاقي الطفل ده جسمه مليان unexplained or repeated injuries، بتبقى injuries مختلفة اشكالها مختلفة، bruises, burns, bites، الحاجات دي كلها، وبتبقى كمان of different stages of healing. ماشي، ده لازم اشك ان الطفل ده بيتعرض لphysical abuse. دي حاجة. تاني حاجة، لما يبقى injuries واخدة شكل الـ object الـ positive object،
زي مثلا لما استخدم بيلت باكل اللي هي التوكه بتاع الحزام او الالكتريك كورد، الحاجات دي كلها بتخليني اشك في فيزيكال ابيوز. تالت حاجه لما الانجريز بتبقى not likely to happen in given age and ability of the child. يعني ايه؟ يعني مثلا الاقي طفل عنده broken bones وهو اساسا ما بيمشيش وما بيقدرش يتسلق، طفل صغير صعب يحصل له broken bones ماشي. ايه الحاجات التانية اللي بتخليني اتوقع ان الطفل ده اتعرض لphysical abuse؟ ان يحصل disagreement بين كلام الطفل وكلام الوالدين. خلاص ايه تاني؟ لو حصل unreasonable explanation of the injury، يعني ما حدش اداني تفسير للانجري اللي حصل ده. واخر حاجة لو البيرنت او الكيرتيكر may not have intended to hurt the child، زي مثلا عمل له physical punishment بيعاقبه وما كانش قاصد ان هو يعمل له الاصابة دي. خلاص يبقى كده اللي هو الphysical abuse ده second most frequently reported type of child abuse. تالت حاجة هنتكلم عنها في child abuse اللي هي emotional abuse، ده تعتبر third most frequent reported form of child abuse. تشمل ايه؟ تشمل acts or omissions by the parents or other caregivers اللي بتسبب اضطرابات نفسية وسلوكية وعقلية في الأطفال. ماشي، امثلة زي ايه emotional abuse؟ زي مثلا ان الوالدين مثلا يستخدموا طرق aggressive من punishment، مثلا زي ممكن يحطوه مثلا في أوضة ضلمة. دي من الحاجات اللي بتأثر على الايموشنال كونديشن بتاع الطفل. خلاص ليها مسميات اخرى زي السايكولوجيكال تشايلد ابيوز وزي فيربال تشايلد ابيوز. خلاص في رابع حاجه بقى اللي هي اللي هو السيكشوال ابيوز، وده يعتبر ليست فريكوينت ريبورتد فورم بسبب السيكريسي ذات اوفن كاركترايزز ذيس كيس. خلاص طيب بيشمل ايه؟ زي ايه امثله السيكشوال ابيوز؟ ممكن تبقى ان ذا فورم اوف fondling child genitals او حالات الانتركورس، الانسيست، الريب، السودومي، كلها دي حاجات ممكن يتعرض لها الطفل وبسميها sexual abuse. ايه بقى؟ هنتكلم عن الفاكتورز اللي هي predisposing to child abuse. معظم الاطفال بيعملوا abuse او معظم child abusers اللي هما بيبقوا abused as children، يعني حد عمل لهم child abuse وهما صغيرين. دي حاجة. تاني حاجة، نصف حالات child abuse بيبقى معاها substance abuse، mostly بياخدوا drugs معينة، بيتعاطوا بيشربوا الكحول. خلاص فده من الحاجات ال predisposing to child abuse. في حاجات تانية زي ايه؟ المشاكل العائلية، المشاكل الاجتماعية مثلا reduction in religious and moral values. كمان اكتر ناس او اكتر اطفال هم عرضة لل sexual abuse او child abuse عموما اللي هم الناس اللي handicapped children والchildren with the chronic disease. خلاص في بعض الاحيان بتبقى فيه زي تريجر ايفنت كده ممكن تعمل تخلي البيرنتس نفسهم يقوم بتشيلد ابيوز، وخاصه لو الطفل ده دايما عنده كونتينوس كراين كده او عنده فيدنج ديفيكولتيز. كل الحاجات دي بتعتبر فاكتورز بريدسبوزنج تو تشيلد ابيوز. دلوقتي هنتكلم عن نقطة مهمة في المحاضرة عندنا اللي هي حاجة اسمها شيكن بيبي سندروم. زي ما قلنا ده شكل من اشكال الفيزيكال تشايلد ابيوز. ده عبارة عن ايه شيكن بيبي سندروم؟ ده عبارة عن سيريوس برين انجري بيحصل نتيجة فورسفول اند فايولنت شيكينج ا بيبي. يعني تمسك الطفل تهزه جامد كده، فده ممكن يدخله في حاجة اسمها شيكن بيبي سندروم. طيب ليه اسماء تانية؟ ليه اذر نيم زي الابيوسيف هيد تروما، شيكن امباكت سندروم، وبلاش شيك سندروم، الاسماء دي كلها. طيب السندروم ده بيحصل في اي طفل؟ لا، ده كومون بيحصل في الاطفال اللي هم تحت سن سنتين، لكن ممكن اشوفهم up to 5 years. خلاص طيب بيحصل ليه او بيحصل ازاي؟ طبعا لما بيحصل شيكينج للاطفال البيبيز دول بيبقى عندهم soft brain وبيبقى النيك ماسلز بتاعتهم ضعيفة جدا، وكمان عندهم البلاد فيسلز ديليكيت. فأول ما بيحصل شيكينج للأطفال ده بيعمل ايه؟ بيعمل بيخلي البرين repeatedly hit the inside of the skull، يبدأ البرين يتخبط جوه في السكال. ده التأثير ده بيعمل لي بروزنج في البرين ويبدأ يحصل bleeding
وبرين سولينج. خلاص. طب بيبقى معاه حاجات تانية غير البرين انجري؟ بيبقى معاه other injuries in the form of broken bones as well as damage to the baby's eyes, spine, neck. بيبقى معاه other injuries غير البرين انجري. خلاص. طيب ايه بقى symptoms of shaken baby syndrome؟ بس بيجي presented بايه الطفل ده؟ بيجيني الشخص الطفل ده ممكن ب alterate level of consciousness. بيبقى مدروخ، بيبقى فيه irritability، ممكن يدخل في convulsions ويدخل مني في كوما. خلاص. طيب البيوبس بتاعته بيبقى شكلها ازاي؟ بتبقى dilated and not responding to light. بيبقى الطفل ده بيبقى عنده decreased appetite and vomiting. بيبقى واخد بشرة معين، بيبقى الرقبة بتاعته متنية كده والباك بتاعه قرشت. respiration بتاعه بيبقى affected، وممكن الطفل ده يدخل مني في cardiac arrest and death. طيب ازاي بشخص حالات الشيكن بيبي سندروم ده؟ عشان اشخصه مهم جدا الاقي ثلاث حاجات عشان يشخصوا الشيكن بيبي سندروم. اول حاجه اسمها الانكيفالوباسي او اور برين سويلنج، دي حاجه. تاني حاجه الساب ديورال هيموريج. ثالث حاجه الريتينال هيموريج. يبقى دول الترياد بتاع الشيكن بيبي سندروم، وجودهم ده انديكيتور ان ده شيكن بيبي سندروم. طب انا بشخص الحاجات دي ازاي؟ ان انا بخلي الحاله دي تعمل تيست معينه، ان انا بخليها تعمل مجموعه من الانفستيجيشن ان ذا فورم اوف ام ار اي سكان وسي تي سكان عشان اشوف البرين دامج، دي اول حاجه. بخليهم يعملوا لي اكس راي عشان اشوف لو في افكشن للسباين، في الريبس، في السكال، اي نوع من الفراكشرز بشوفها بالاكس راي. بعد كده بخليه يعمل لي اوفثالميك اكزامينيشن، وده عشان تشيكس فور اي انجريز اند بليدنج ان ذا ايز. خلاص. يبقى دي التستات او الانفستيجيشن اللي انا بطلبها من الطفل ده، وهي على اساسها ممكن من خلالها بشخص الترياد اللي هو بتاع الشيكن بيبي سندروم. طيب ايه البروجنوز بتاع الحالات دي؟ البروجنوز بتاعها بيختلف طبعا اكوردنج للسيفيرتي، ولكن جنرالي كده بيبقى بور بروجنوزس. ممكن بعض الحالات بيحصل لها سيفير نيورولوجيكال ديفيسيت، وممكن بعض الحالات بتنتهي بديس. خلاص. طب ايه سبب الوفاة في الحالات دي؟ بيبقى عبارة عن uncontrollable increased intracranial pressure نتيجة طبعا السبرة القديمة اللي عنده، البليدنج والتيرز اللي حصل في البرين تيشو، كل ده بيزود الانتراكرينيال بريشر، فبيبقى مصعب السيطرة عليه، فالطفل ده بيحصل له ديس. خلاص. طيب لو البيبي ده حصل له سيرفايفل يعني عاش بعد الشيكن بيبي سندروم ده، ممكن يحصل له ايه؟ ممكن يعيش بعاهة طول عمره، تبقى in the form of ممكن تبقى cerebral palsy, paralysis, vision loss or blindness، ممكن يحصل له mental retardation، ممكن يحصل له epilepsy and seizures. خلاص. فده كده ده نوع من انواع الphysical child abuse اللي هو بسميه shaken baby syndrome. مهم جدا اعرف يعني ايه الترياد اوف دايجنوزس، اعرف بيحصل ازاي وليه. خلاص. والايج اللي بيحصل فيه. وكده تبقى محاضرتنا انتهت، وبالتوفيق ان شاء الله.